النمسا تشدد على حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. اعتقال نازيين جدد خططوا لهجمات على اليهود والمسلمين. النمسا تؤكد تعاونها مع العراق لمكافحة الهجرة. التحقيق مع سياسيين استخدم أموال الحزب في بناء منزله. وشركة هاجينا لإنتاج الكمامات تعلن إفلاسها. وفاة شاب سوري غرقا في بحيرة متجمدة قرب فيينا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. شدد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ على أهمية حل الدولتين لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين. ورفض شالنبرغ وجودا إسرائيليا دائم في قطاع غزة مؤكدا على أمن إسرائيل. وجاءت تصريحاته بعد مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث كان من المقرر أن يلتقي بنظرائه من فلسطين والأردن ولبنان وتركيا وإندونيسيا، وأعرب عن أمله في استمرار التقارب الدبلوماسي بين إسرائيل والدول العربية رغم توقفه بسبب هجوم حماس. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن تنفيذ اعتقالات عدة في أوساط اليمين المتطرف في فيينا، حيث جاءت هذه الاعتقالات في سياق مكافحة التطرف. وتم استهداف أعضاء في الجماعة اليمينية المتطرفة فرقة فوير كيرك من النازيين الجدد. وأشار كارنر إلى تعاون مكتب أمن الدولة والمخابرات في فيينا مع مكتب أمن الدولة ومكافحة التطرف. وكان أحد المعتقلين موضع اهتمام السلطات، حيث ذكر في بعض محادثاته بأنه يريد تفجير أماكن تواجد اليهود والمسلمين. أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ نجاح التعاون النمساوي العراقي في مكافحة الهجرة غير الشرعية. جاء هذا بعد اجتماعه مع نظيره العراقي فؤاد حسين في فيينا. وأشار شالنبرغ إلى التقدم الإيجابي في العلاقات بين البلدين منذ إعادة فتح السفارة النمساوية في بغداد، وأعرب عن سروره لتطور التعاون خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني. وأوضح أن التعاون يركز على عودة اللاجئين مع التوعية بمخاطر الهجرة ومهربي البشر. أظهرت تقارير النيابة في كلاكنفورك تقدما في قضية التحقيقات في فضيحة تمويل حزب الحرية النمساوي في غراتس. ويتعلق الأمر برئيس حزب الحرية ماريو كوناسيك في ولاية شتاير، والذي يواجه اتهامات بخيانة الأمانة الوظيفية، حيث ادعى القضاء استخدامه الحزب لتسديد تكاليف بناء منزله الخاص. ويجري التحقيق حاليا، ويجب على النيابة اتخاذ القرار حول مسار القضية فيما ينفي كوناسيك التهم ويتعهد بالتعاون مع السلطات. أعلنت شركة هاجيني أوستيريا المتخصصة في إنتاج كمامات كورونا عن إفلاسها، حيث قدمت طلبا رسميا بذلك رغم حصولها على العديد من الطلبات. وتبين أن الأقنعة التي قدمتها الشركة لم تصنع في النمسا بل جاءت من الصين، وكانت الشركة قد تقدمت بمقترح لدفع نسبة 20% للدائنين خلال عامين. وتشير التقارير إلى اتهامات سابقة بالتهرب الجمركي بقيمة 693 ألف يورو خلال استيراد الكمامات من الصين، فيما قامت الشركة بنفي جميع التهم. توفي شاب سوري يبلغ من العمر 14 عاما في النمسا السفلى بعد سقوطه في بحيرة كرويتسنشتاين المتجمدة قرب فيينا. وكان الشاب مع صديقه في جولة بقارب دون تجديف بل بقارب دون مجاديف ما أدى لانقلابه. وفيما نجح الأصغر سنا في الوصول إلى الضفة، غرق الآخر في الماء. وعند وصول فرق الطوارئ وجدوا الشاب يطفو على وجه الماء، وقد تم إسعافه بمروحية، ولكنه توفي بعد يومين في أحد مشافي فيينا. وسيتم نقل جثمانه إلى سوريا ليتم دفنه هناك. وكان الشاب قد لجأ إلى النمسا قبل 3 أشهر فقط.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل مشاهدين حملوا تطبيق إنفوغراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أدهم الليجي، أمسية سعيدة وتعازينا لأهل الفقيد. دمتم بحفظ الله، إلى اللقاء.